المصريين أصبحوا فيران تجارب. وزارة الصحة بتعلن عن تجربة للقاح كورونا على 15 مواطن. وزارة الصحة بتقول مستعدة هي وعدد من الشخصيات المهمة لتجربة لقاح كورونا. وفي تقرير صحفي بيتكلم عنها تجارب غير أخلاقية خضع لها مصريون بعلم وزارة الصحة. آدي وزيرة الصحة نفسها بتقول مستعدة يا رب يجربوا فيها، أنا عايزها تبدأ هي الأول والله وتريحنا من العبط. الست دي طمعت في العبط خليته كله. عدد من الشخصيات المهمة برضو. شروط إيه بقى شروط التطوع لتلقي لقاح كورونا؟ نشوف الشروط كما نشرت. أو حد بيقول أو الصحة تكشف شروط التطوع لتلقي لقاح كورونا، المصريين لن يكونوا فيران تجارب. نسمع بقى وجهة نظر المصري اليوم في القصة دي، نسمع وجهة نظر. كشف الدكتور حسام حسني رئيس لجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا شروط التطوع، قال إنه في مداخلة هاتفية بيقول إن شروط التطوع تضمن أن تكون الفئة العمرية المتطوعين تبدأ من 18 فأكثر، وأن يكون المتطوع مقيم بمصر، وأن يكون لديه القدرة النفسية. والنبي اللي نكتب الكلام ده مع بعض كده سن اثبت 18 عام وطالع وطالع، وأن يكون لديه القدرة النفسية لخوض التجربة. أوكي. ولا يعاني من سعال ديكي أو سعال أو حساسية قبل 14 يوم. حلو جدا، ده كلام جميل. فضلا عن عدم جواز تقدم مرضى الصرع، طب وعني بتاع الصرع ده والتشنج والأوعية الدمية، وتابع ومن لهن الرغبة بالحمل خلال العام المقبل. ممنوعات من التطوع لتلقي لقاح كورونا. طيب، وأن التجارب السرية اللي قد تمر بثلاث مراحل. أوكي، دي وجهة نظرهم. سريعا بس عشان نكشف، الصحة بتقول التجارب الإكلينيكية على لقاح كورونا تستهدف من 10 إلى 15 ألف متطوع. ده اللي قالت وزارة الصحة وهي على رأسهم. أنا معايا دلوقتي الأستاذ الدكتور مصطفى جويش المسؤول السابق بوزارة الصحة. دكتور مصطفى مساء الخير. أهلا وسهلا محمد، أهلا بيك. أنا عارف إن أنا استضفت حضرتك قبل كده في الموضوع ده، وهي رغبة مني لأن حضرتك أفضل من تحدثت عن هذا الموضوع في حلقة سابقة معي. وبدل ما أجيب تسجيل الحلقة دي، فالحقيقة أنا فضلت إن حضرتك بعد هذه التطورات الأخيرة إن حضرتك تخرج علينا وتكلمنا مباشرة. دلوقتي أعلنت الشروط التطوع، هم عايزين من 5 إلى 15 ألف، من 10 إلى 15 ألف متطوع، وإن اللقاح ده هيستمر على ثلاث مراحل. وشروط التطوع إن يبدأ السن من 18 فما فوق، ما حددش السن الأعلى، يعني ما قالش مثلا لحد 60، ما حددش، قال من 18 فما فوق. أن يكون لديه القدرة المتطوع لخوض التجربة، إن يكون عنده قدرة مش عارف نفسية لخوض التجربة، إنه لا يكون عانى من سعال أو حاجة زي كده قبل 14 يوم، وإن تكون الست لو في ست حامل مش هينفع، أو ناوية تبقى حامل خلال سنة مش هينفع. هل في عيب في الشروط دي يا دكتور؟ بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضرتك أستاذ محمد وبالسادة المشاهدين. هو الحقيقة فكرة إن يكون في لقاح أيوة حاجة كويسة، التجارب السرية موجودة في العالم كله، لكن عندها فرصة حقيقة. هي المشكلة مش بالشروط اللي على النهاردة، يعني المشكلة أن الشروط أصلا فيها بعض الجوانب فعلا يعني لفتة النظر. حضرتك تفضلت بالشروط السن من 18، ما قالوا الناس قالوا 55، لو قال أنه يكون طبعا ما يكونش مريض نفسي ولا يكون مسجون ولا يكون طفل ولا يعني الحاجة دي كلها من أخلاقيات التجارب السريرية. لكن الحقيقة أن احنا عندنا في مصر القانون حتى الآن غير موجود، يعني وقف في أغسطس الماضي مجلس النواب أقر وجود القانون، لكن حتى الآن لم يصدر القانون الرسمي في الجريدة الرسمية، لم تصدر له لائحة تنفيذية. فبالتالي المتطوع المصري أو المبحوث ويسموه المبحوث المصري في تلك الحالة لا ليس له حماية قانونية تحميه من مخاطر تلك التجارب السريرية. ما معنى كلمة حماية قانونية؟ أيوة فندم، والله حضرتك الحقيقة في العالم كله اللي عنده قوانين بيقول لازم يكون هذا المواطن أولا جاي برغبته، حاجة بيسموها الموافقة المستنيرة. بمعنى إيه؟ إنه عارف جميع عارف اسم اللقاح، عارف تركيبته، عارف أثاره الجانبية المحتملة، عارف لو حصل له مرض هيروح لمين ومين اللي هيعالجه، اللي هو بيسموه التأمين الصحي 10 سنين بعد الخطورة، ويتابع مع مين. يعني يبقى له تأمين يا دكتور مصطفى 10 سنين جاية. ده في العالم كله يعني رسمي مجاني بالكامل لأي مخاطر، بحيث لو حصل له أي مشكلة
يقف فورا لغايه ما يعالجوه. يا فندم عندنا الاسبوع الماضي في يوم 2 سبتمبر من حوالي 8 ايام شركه استرازينيكا اللي اشهر شركه في العالم في اللقاح اوكسفورد الانجليزي بيعملوا تجارب على 35,000 متطوع، واحد منهم بس جاله اعراض وقفوا كل التجارب لغايه ما يشوفوا عنده ايه، اتعالج رجعوا تاني امبارح بداوا التجارب تاني. ليه؟ اي فرد موجود له حق الكامل في كل الحمايه والامن الصحي، هذا الامر غائب في مصر تماما، لا توجد له ضوابط. والحقيقه الحاجه الخطيره في الكلام اللي قاله وزيره الصحه في الاعلان بتاعها والمتحدث الرسمي قالهم ان يكون مصري او اجنبي معاه اقامه. الفكره الاجنبي معاه اقامه دي نقطه خطيره جدا، عندنا في مصر لاجئين من دول افريقيا من اريتريا ومن السودان ومن الصومال، دول ممكن يكونوا هم دول حقل التجارب لان حاسب معاه اقامه. وفي نفس الوقت الاخطر قال هو اللقاح صيني غير معروف الهويه، الشركه غير معروفه، اللقاح غير معروف، زائد قالهم تحت اشراف شركه من الامارات اسمها شركه جي 42 الاماراتيه اللي هتشرف على المشروع على البرنامج جوه مصر. فكانوا جايب شركه اماراتيه، معنى كده انه جاي من اول انفار يجيب الناس بالفلوس او يشتريهم يخش في التجربه دي قولا وحيدا، مش اي معنى ثاني خالص. لما يقول ان احنا في مصر هنجيب لقاح صيني مجهول، وبنفس الوقت الصحه العالميه بتقول انها بتتابع جميع اللقاحات على مستوى العالم وعامله منظومه عالميه اسمها منظومه اللقاحات او كوفاكس، وقالت ان مصر مشتركه معاها. الكلام ده من شهر يونيو الماضي لما كانوا عملوا هلوله ان مصر وافقت تخش، لان حقيقه الصحه العالميه مقسمه لدول العالم هم 92 دوله اللي اشتركوا منهم مجموعه منتجه ومجموعه مستهلكه ومجموعه يتم فيها الابحاث. مصر من ضمن المجموعه اللي يتم فيها الابحاث على البشر، لكن في الشروط بتاعت الصحه قالت تحت اشراف الجيش والصحه ووزاره العدل، لم تذكر اسم الصحه العالميه. يبقى اذا هذه التجارب خارج اشراف الصحه العالميه، يبقى بالتالي لا توجد فيها شفافيه ولا مصداقيه ولا حياديه. ده الفكره كلها ان هو عمل زي بالضبط بيزنس او مصلحه او سبوبه مع الصين، والله اعلم مع انهي مصدر الصين. والحاجه الثانيه هذا المصدر غامض، من كلام الوزيره بتقول احنا جبنا اثنين جبنا لقاحين من الصين هنجرب عليهم، بعدين قالت هندي العيان جرعه وبعد 21 يوم الجرعه الثانيه، هل يا ترى الجرعه الثانيه من نفس اللقاح ولا كل لقاح في مره؟ غير واضح. هذا الغموض بيشيل نوع من الريبه والشك عند اي متابع لصحه المواطن المصري. يبقى دي اوجه الريبه، فكره ان هو اجنبي معاه اقامه، فكره ان شركه من الامارات اللي بتتولى الاشراف على المشروع ده داخل مصر، الفكره الثانيه ان هو اللقاح اسمه غامض. الحاجه الاخطر ان قانون التجارب السريه حتى الان لم يصدر رسمي، لا توجد له لائحه تنفيذيه، لما تشكل فيه هيئه اخلاقيات الابحاث الطبيه، ودي هيئه بتكون هيئه مستقله تتبع مجلس الوزراء، حتى الان لم تتشكل. قالوا في مجلس النواب من شهر ان هيئه الدواء المصريه تقوم بهذا الدور لحين تشكيل اللجنه، وبالتالي احنا حطينا العرب امام الحصان، بدانا بالمجهول هنجيب مصريين نجرب عليهم الدواء بدون اي ضمانات لا قانونيه ولا اخلاقيه ولا صحيه، وبكده هيضيع حق المواطن المصري في الصحه وفي السلامه وفي المامونيه. طيب الحاجه الثانيه ايوه اتفضل. لا كنت بس عايز اروح للشركه الاماراتيه اللي حضرتك اتكلمت عنها من شويه دي، حضرتك الشركه اسمها ايه الاماراتيه؟ اسمها جي 42 جي 42. نشوف كده جي 42 قدامنا اهي على الهوا دلوقتي، انا مش شايف من بعيد عليه اهو. جي 42 للرعايه الصحيه في الامارات توقع مذكره تفاهم مع شركه اسرائيليه لمواجهه كورونا، الكلام ده كان في 19/8/2020. يعني هذه من ضمن التطبيع نعم؟ ايوه من ضمن التطبيع مع اسرائيل اعلنت جي 42 للرعايه الصحيه التابعه لمجموعه جي 42 التي تتخذ من العاصمة الإماراتية أبو ظبي مقر لها اليوم الأربعاء عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة اسمها نانو سينت الإسرائيلية المتخصصة في تقنيات قراءة الروائح لاستكشاف أوجه التعاون في تطوير وتصنيع وتوزيع جهاز فحص الروائح، وسيكون هذا الجهاز حل مبتكر. إذن هذه الشركة جي 42 لديها بروتوكول تعاون مع الصهاينة، وربما يكون هذا اللقاح اللي هم بيعملوه لمصلحة إسرائيل، بس التجارب تبقى على المصريين. أهو ماضي مشبوه ما نعرفه عن جي 42 الإماراتية شركة الصحة في تجارب لقاح كورونا. ده على مبتدأ. بيتكلم بيقول نشر اليوم تحمل أخبار عن تورط الشركة الإماراتية المشاركة في تجربة لقاح كورونا في مصر في فضيحة تسليم بيانات مستخدمي تطبيق تابع لها إلى الحكومة الإماراتية، لكن
قبل هذا نود أن نتقدم بخالص العزاء وأصدقاء دينا جميل الصحفي إلى آخره. آخر إحصاءات كورونا أو انزل تحت. قالت وزيرة الصحة هالة زايد أن وزارتها تتولى إدارة تجارب لأجل الإنسانية لقاح كورونا بناء على بروتوكولات التجارب المعتمدة من شركة جي 42 للرعاية الصحية، وذلك خلال اجتماع لجنة كورونا. وبتتكلم وبحسب وثائق عامة تداولتها أو تناولتها وكالة أسوشيتد بريس مطلع العام الجاري، فإن الشركة كانت الملك الوحيد لشركة يا راجل توك توك، صح؟ اسمها إيه توك توك؟ التي تمتلك تطبيق يحمل نفس الاسم والذي كان موضوعا لفضيحة كبيرة العام الماضي بعد كشف تحقيقات نشرت صحيفة نيويورك تايمز أنه كان يعمل كأداة تجسس على هواتف المستغل. ده شركة ضايعة خالص يا دكتور. أيوة يا فندم، ما هي دي الخطورة يا أستاذ محمد. لما يرد الخبر شد انتباهي شركة إماراتية، شركة مشهورة داخلة، وبالتالي داخلة للتمويل، هتجيب المصريين والأجانب اللي هم عاملين إقامة زي بالفلوس مقاولين أنفار، وده مخالف القانون الدولي لازم يكون بالمكان. فبالتالي أصبحت تجارة، أصبحت بالظبط فران تجارب، هجيب الناس الغلابة اللي مش هل ممكن يا دكتور بعد هذه المعلومات هل ممكن تكون الشركة دي بتعمل تجربة لقاح لصالح على المصريين لصالح إسرائيل مثلا؟ والله يا فندم كل شيء جاي، لان الموضوع في اصلا غموض، وموضوع الشركه الصينيه اصلا اللقاح الصيني غير مفهوم، خاصه ان الحاجه العجيبه يا استاذ محمد ان وزيره الصحه نفسها في شهر يوليو الماضي يعني من شهرين قالت انها تعاقدت مع شركه استرازينيكا على استيراد 30 مليون جرعه من اللقاح الانجليزي لقاح اوكسفورد للمصريين. طبعا الكميه دي تكفي جدا مصر، يعني واي دوله في العالم عايز 20% من السكان. لما تقص السكان 100 مليون وجالك 30 مليون جرعه من لقاح اوكسفورد خلاص يكفونا جدا. ايه الداعي انك تجيب شركه صينيه وتجرب على المصريين؟ وبعدين الوزير عشان تهرب من الكلام ده قال ده احنا هنجيب الشركه الصينيه ونجرب على المصريين ونعمل مصنع في مصر ونصدر لافريقيا. كلام طبعا كلام كله كلام في الوهم وكلام غير منطقي وغير مامون وغير مضمون، يعني العواقب الخاصه كلها هي تجارب على المصريين لاثبات صلاحيه الطعام او فساده مامونيته او انه بيضر. الله اعلم ايه اللي هيحصل للمصريين من اجراء تلك المغامره بحياتهم وبصحتهم. طيب معايا خبر في مايو 2020 بيتكلم على تجارب غير أخلاقية خضع لها مصريون، تحقيق يكشف وزارة الصحة سمحت بتجارب أدوية عليهم أو بتجريب أدوية عليهم. ده كان في الشرق الأوسط، موقع الشرق الأوسط عربي وسط، قصدي عربي وسط، أنا آسف، عربي وسط مش الشرق الأوسط، بيتكلم على أنه كشف البرنامج الاستقصائي ما خفي أعظم الذي بث على قناة الجزيرة يوم الأحد 18 مايو 20 عن إجراء تجارب غير أخلاقية لأدوية على أناس مصريون، صح كده؟ دون أيوة علم الأمر الذي عرضهم للخطر، مشير أن ذلك حدث بعلم من مسؤولي وزارة الصحة. وده أجرى البرنامج لقاء مع رين في وهي معدة تقرير التجارب غير الأخلاقية للشركات الدوائية، والتي قالت أن كثير من أدوية السرطان جربت عام 2016 في مصر من دون علم أو موافقة المرضى الذين خضعوا للعلاج باستخدام عقار تجريبي، مشيرة أن نصف الشعب تقريبا لا يقدر الرعاية الصحية. وأشار البرنامج لأنه يمكن من الوصول إلى الملف المتعلق بمصر، واصفا إياه بأنه ملف كبير ومتشعب يوثق العديد من الانتهاكات الخطيرة فيما يتعلق بالتجارب السريرية. وتبين أن شركة اسمها روش السويسرية كانت ضالعة في أكثر من 50% من التجارب الجدلية في مصر. وعند سؤال شبير عما إذا كانت شركات الدواء قد حصلت على موافقة السلطات المصرية المسؤولة لإجراء هذه التجارب، أجابت نعم من قبل لجان الأخلاقيات. دكتور تعليق حضرتك. الحقيقة يا أحمد اللي قضية فعلا كانت مشهورة في 2016 جدا، والحقيقة اللي كان متهم فيها في تلك الأثناء كان مستشفى 57 اللي هو بتاع ورم الأطفال، إن هو وده كان بيفسر إن ليه تلك المستشفى الموجود في القاهرة لا يقبل أطفال بيتعالجوا من عند حد تاني، لازم يجيله طفل من بدايته. أي طفل أخذ علاج سرطان في أي مكان تاني المعهد بيرفضه تماما، بيختاروا أطفال بأورام حسب شروط معينة تخضع عشان يخضع للتجارب السرية داخل معهد 357. يمكن دي القضية اللي أصدرها الكاتب وحيد حامد من سنتين في فساد تلك المنظومة، ووقتها وزيرة التضامن الاجتماعي عملت لجنة مع الصحة، في حين إن وزيرة الصحة نفسها كانت شغاله تلك المستشفى قبل ما تبقى وزير. يعني وزيره الصحه الدكتوره هاله زايد كانت بتعمل في مستشفى 57 قبل ما تبقى وزيره. فبالتالي لما يصير الفساد داخل المستشفى، وزيره الصحه مع وزيره التضامن الاجتماعي قدروا ازاي يضيعوا الموضوع، ما
بعدين طلع قرار من النائب العام بحظ نشر، وطلع من رئيس لجنه الاخلاقيات الصحافه اللي هو الشاي اللي مشي برضه بحظ نشر، وادي خناقه مع النائب العام وخلاص، وطلع ان محمد دايماه هو المتهم، كان مع احد البلاد المصريه. ليه؟ لان قضيه فساد كانت معروفه وكانت مشهوره ومعلنه على 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 مرضى السرطان، ودي كانت فضيحه كبيره جدا من 2016. فبالتالي لما يجيب شركه اماراتيه مشبوهه عشان تجري تجارب سريريه على مصريين بغياب قانون بغياب ضمانات صحيه، يبقى بالتالي دخلنا في نفس طيب الموال ولكن بطريقه حكوميه معلنه. طيب انا بس في خبر معايا بيقول يا دكتور انه الازهر رفض التجارب السياسيه، ايضا نخبه الصيادله رفضت هذه التجارب، وايضا لكن هناك ترحيب طبي، ده كان خبر في 2018 يا دكتور قبل ما القانون يتعدل. سؤالي لحضرتك بقى، هل لما تعدل القانون اتغيرت فيه حاجه؟ القانون لما تعدل، هو الحال اللي عدل القانون كان دكتور مصطفى احمد عماد كان متعجل جدا، بيقول ان القانون ده من احلام السيسي ومرره من خلال لجنه الصحه في البرلمان، وقتها لجنه التعليم العالي او لجنه التعليم او العلم العلميه في مجلس النواب رفضت. فلما وزير الصحه ايما الشال في نهايه 2018 شهر 6/2018 تدخلوا عن طريق الدكتور محمد غنيم اللي هو المستشار العلمي للرئاسه، وقدر يخلي السيسي يرجع القرار تاني لمجلس النواب عشان يشوف الملاحظات اللي جواه. لكن في نفس الوقت لما القانون المجلس النواب بيوافق عليه في شهر اغسطس قال لم يتم تشكيل شيء، قال ان احنا ان هو اهم حاجه في القانون اللي هي الهيئه الاخلاقيه العلاجيه او الطبيه، كنت مع مجلس الوزراء من شبه وزيره الصحه، قال هي غير موجوده وتقوم بعملها هيئه الدواء المصريه. هيئه الدواء المصريه عليها ايضا غير موجوده، ده كان وهمي غير مفعل، طلع لها قانون لكن غير موجوده. يبقى اذا هيحيل الاخلاقيات الى لجنه وهميه تقوم بها لجنه غير موجوده عشان تتابع سلامه وامن وزاره المريض المصري. طب مين اللي هيتابع تلك الحقيقه عند المواطنين؟ مجهول، لا شيء، كله كلام على الورق وكله كلام وهمي. فبالتالي اصبح المريض المصري معرض لقضيه خطيره جدا من الهدر لصحته والكرامته ومستقبله، يا عالم هيحصل له ايه بعد كده لو كان هذا. وبعدين الحاجه العجيبه ان الصين نفسها عندها 6 انواع من اللقاحات، لقاح معمول على الحشرات ولقاح معمول على القرود واربع لقاحات معمول على البشر، اني ده اللي جالنا في مصر؟ هل بتاع الحشرات ولا بتاع القرود؟ الله اعلم، ما حدش قال. الحقيقه دي كلها مخاوف، لازم نعرف ان انواع الناس بيها ونعرف ازاي الحكومه داخله على كارثه صحيه في حق المواطن المصري لاهدار كرامته وإهدار صحته بدون اي مقابل لا صحي ولا معنوي ولا مادي يامن له حياته ومستقبله الصحي. طيب انا عندي بس صورة دلوقتي للإقرار اللي بيكتبه المتطوع على نفسه كما نشر موقع القاهرة اهو، يوم شهر سنة اسم التوقيع الشخص الذي اكمل المفكرة ولا توجد معرفة بالقراءة والكتابة قدرات جنسية غير جسدية غير كده، ده الطلب. في برضو صورة تانية او تكملة الملف انه برضو اللي بيقدم ملف على او يعني لسه بقية المعلومات على الملف ده صورة التوقيع، بس الملف اللي يوقعه الأخ أو الأخت اللي هتيجي موافقة على إنها تعمل تجارب. يعني بص هتلاقي برضو فوق كده، أيوة هو ده كده أهو، اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث صباح ظهيرة بعد الظهر، كل حاجة متسجلة طبقا للملف ده. طيب سؤالي يا دكتور الأخير لحضرتك، ده يعني التجارب السريريه دي هتتعمل في المستشفيات الحكوميه مظبوط؟ مفروض، ده المفروض. ماذا عن المستشفيات الخاصه؟ ما هي حقيقه النقطه الغامضه ان يكون داخل شركه اماراتيه تعمل، فبالتالي هتختار الاماكن اللي تناسبها وتديها حريه حركه. استحاله شركه خاصه جايه من الامارات معاها فلوس هتخش مستشفى جامعيه تشتغل جواها، بالتالي لازم تتجه الى 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 مستشفيات خاصه يكون عندها حريه حركه وحريه يعني سيوله في جذب المرضى او اخراجهم او المتطوعين بعيدا عن الرقابه الحكوميه الصارمه. الحاجه دي حاجه وارده جدا. بالتالي الاماكن اللي الحكومه قالتها الحقيقه قالت في المستشفيات الحكوميه او المستشفيات المعاهد التعليميه، لكن النقطه الغايبه في الموضوع كله هو غياب منظمه الصحه العالميه عن تلك التجارب، ودي نقطه في منتهى الخطوره على المستوى العالمي وعلى المستوى الانساني، خاصه ان منظمه الصحه
العالمية أعلنت قبل كده من حوالي شهرين إنها لا تعلم أي شيء عن اللقاح الصيني ولا عن اللقاح الروسي. دول اللقاح تم تجربتهم على أفراد القوات المسلحة في الصين أو في روسيا وغير معروفين في العالم كله لأي حد. فبالتالي توجد عليهم غموض من الصحة العالمية وغموض دولي نحو تلك اللقاحات تحديدا، وبالتالي لا يوجد نوع من الشفافية في تطبيقه على المصريين. زائد ان حضرتك تفضلت حاليا بتقول ان المريض بيعمل اقراء نفسه، طب فين الاقرار اللي على الحكومه نحو المريض؟ هل المريض ياخذ من الحكومه اقرار موثق بحمايته وحق علاجه من المخاطر؟ لا اعتقد. هي دي المشكله، انه بنت بيضيع حقوقه وما بياخدش مقابلها اي مزايا او اي ضمانات، ودي حاجه غايبه جدا في كل كلام اللي قالوه. بشكرك الدكتور مصطفى جويش المسؤول السابق بوزاره الصحه، بشكرك جدا.